بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة، واللي كتعلقنا طبعا بالفرد الأول من الدورة الثانية للتربية الإسلامية، القسم طبعا الخامس ابتدائي. إذا نشرع على بركة الله. خذوا طبعا ورقة وقلم وضبطوا الوقت حوالي تقريبا 30 دقيقة وأجيبوا على الأسئلة. نعم، نبدأ بالتمرين الأول. أضع سطرا تحت أسماء يوم القيامة مما يلي. إذا سنضع سطرا تحت أسماء يوم القيامة. عندنا الحاقة، ثمود، الواقعة، القارعة. هنا ثانيا أصل بخط حسب المطلوب. نعم، عندنا أسماء الجنة، أبواب الجنة، ثم أنهارها وعيونها، عيون الجنة. وعندنا هنا طونا مكيبانش، هذا عطاونا هنا الريان، الكوثر، ثم الفردوس، ثم جنات عدن، ثم الصلاة، ثم عندنا هنا نعم هنا قال لنا من أول صبي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا بمن تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من هو النبي الذي التقمه الحوت؟ أعطي بعض فضائل التوبة. أعطي بعض فضائل التوبة. أعطي بعض فضائل التوبة. نجيب على الأسئلة ثم نكمل الأسئلة الأخرى. إذا أضع سطرا تحت أسماء يوم القيامة، فالحاقة هو اسم من أسماء يوم القيامة. ثمود لا قوم، الواقعة فهي إذا وقعت الواقعة يوم القيامة، وكذلك القارعة، هذه أسماء يوم القيامة، الحاقة، الواقعة، القارعة، وهي موجودة في سورة الحاقة. أصل طبعا بخط بحسب المطلوب. أسماء الجنة، أبواب الجنة وأنهارها وعيونها. الريان فهذا طبعا باب من أبواب الجنة للصائمين. الكوثر، إن أعطيناك الكوثر، فهو طبعا نهر. الفردوس جنة، جنات الفردوس هي جنات العلا. جنات عدن هي اسم من أسماء الجنات. الصلاة طبعا هذا باب خاص للمصلين، باب من أبواب الجنة. نمر إلى الأسئلة الموالية. نعم، عندنا هنا من أول صبي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو طبعا ابن عمه علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب هذا هو علي بن أبي طالب. بمن تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ تزوج ببنت رسول الله اللي هي فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هو النبي الذي التقمه الحوت؟ إذا رعدنا قرينا في الدرس هو يونس، يونس عليه الصلاة والسلام. لا نقول يونس وحده، بل نقول عليه الصلاة والسلام، فهذا نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام. أعطي بعض فضائل التوبة. فضائل التوبة فرح الله تعالى ورضاه، ان الله عز وجل يفرح ان عبده يتوب. فرح الله، فرح الله عز وجل رضاه، يرضي عن التائب، العبد التائب. راحة وسعادة للتائب، يحس بالراحة وسعادة، راحة وسعادة طبعا للتائب. ثم عندنا محو الذنوب، فضائل ديال انه يمحو الله يده، محو الذنوب. ثم تحويلها الى حسنات، هذا فضل كبير، تحويل الذنوب الى حسنات، تحويل الذنوب الى حسنات. نمر الى النشاط الموالي نقدوه. اذا النشاط الموالي ها هو، تيقولنا هنا التمرين الثاني اتمم الحديث. نعم، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع، نعم،
ركعتين، ركعتين، فليركع ركعتين قبل أن ماذا يفعل؟ أن يجلس، قبل أن يجلس. إذن هذه ما تسمى تحية المسجد، تحية المسجد، فليركع ركعتين. ما هي شروط تحية المسجد؟ إذا لتحية الشروط، أولا في المسجد عند دخول المسجد تكون التحية عند دخول المسجد، عند دخول المسجد، ثم طبعا أن أكون الوضوء، أن أكون على وضوء، الوضوء طبعا، ثم ما تكونش في وقت ديال دخول الفرائض، في وقت النافلة، في وقت النافلة، وطبعا ألا تكون الصلاة المكتوبة قائمة، إذا لا ألا تكون الصلاة، ألا تكون الصلاة، لا تكون الصلاة المكتوبة هي المفروضة، الظهر الصبح، المكتوبة، المكتوبة قائمة. ميمكنش مثلا الإمام بدا يقيم الصلاة وأنا غنصلي صلاة تحية المسجد، فطبعا عند دخول الصلاة يعني بداية الصلاة المكتوبة، فطبعا ينبغي أداء الصلاة المكتوبة، أما إذا دخلت المسجد ولا زال الإمام لم يقوم بالصلاة فطبعا أصلي تحية المسجد تقربا إلى الله، تأدبا مع الله عز وجل.